فالتفت الى النبي الحمار لف راسه كده زي اللي بيقول لك المهم فالتفت الحمار الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فداك ابي وامي يا رسول الله. تفدي النبي بحمار وحمارة ولا حاجه عجيبه والله العظيم. هو النبي يتفدى بحمار وحمارة ولا يتفدى بمسلم ومسلمين او مؤمن باعز المهج والارواح. المهم وجايز كان حمار المهم يقول له ايه فداك ابي وامي يا رسول الله. شوف اللي جاي الاعجب بقى الحمار بيقول للنبي ايه بقى حدثني ابي. ده سند عجيب والله ما اصدق يا جماعه ده حاجه اهم بكم ضحك. حدثني ابي الحمار بيقول للنبي حدثني ابي يا سلام على الاسناد عن ابي عن ابيه عن جدي ان نوحا ركب فطبطب على منكبي وقال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد الانبياء وخاتم الانبياء.